مرحب بكم مجددا، وصلنا معكم لآخر حواراتنا في برنامجنا هذا الصباح. عودة الجماهير إلى الملاعب، ربما هذا الخبر يهم الكثير من عشاق كرة القدم، وهناك حديث بين وزارة الشباب والرياضة وبين رؤساء الأندية وبين اتحاد الكرة ومجلس الوزراء أيضا في محاولة لوضع الشروط والضوابط لعودة الجماهير إلى الملاعب مرة أخرى. يعني هناك أيضا حضور للجماهير في مباراة مصر وتشاد في إطار التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم في روسيا 2018، لكن هل نحن مؤهلون في هذه الفترة لعودة الجماهير؟ ما هي الضوابط والمعايير التي يجب أن نلتزم بها حتى لا تتكرر الحوادث التي شهدناها والمآسي التي شهدناها في ملاعب كرة القدم؟ كل هذه الأمور سنناقشها سويا بالطبع مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالأهرام. صباح الخير أستاذ محمد. أهلا، صباح الخير. يعني اسمح لنا قبل أن نبدأ الحوار نتابع تقرير ثم نعود لاستكمال هذا الحوار. يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الاستعانة بشركات أمن خاصة من أجل الإشراف على تنظيم مباريات الدوري الممتاز، سعيا وراء إعادة الجماهير للمدرجات في المنافسات المحلية مرة أخرى. وتقام أغلب المباريات المحلية في مصر أمام مدرجات خالية منذ مقتل أكثر من 70 مشجعا للأهلي في أحداث عنف عقبت مباراة في الدوري الممتاز في بورسعيد أمام المصري في فبراير 2012. وبعد موافقة الأمن على عودة المشجعين للمدرجات الموسم الماضي، شهدت أول مباراة جماهيرية كبيرة مقتل 22 مشجعا للزمالك بسبب التدافع أمام استاد الدفاع الجوي في ضواحي القاهرة قبل لقائه مع إنبي في فبراير 2015. وأعاد الأمن الحظر على حضور الجماهير للمباريات مجددا، ويتطلع الاتحاد المصري لكرة القدم هذه المرة لتعيين شركات خاصة لتأمين المباريات بدلا من وزارة الداخلية. وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري إن الاتصالات مع وزارة الرياضة لا تنقطع من أجل الوصول لقرار نهائي بعودة الجماهير في أقرب فرصة ممكنة. كان الاتحاد المصري قد تلقى بالفعل عرضا من شركة المدرج يتضمن نظاما لبيع التذاكر بالتنسيق مع وزارة الداخلية بموجب بطاقات تتضمن معلومات عن حامل التذكرة ومقاعد ذات أرقام. يتضمن العرض أيضا تطوير الملاعب التي تستضيف المباريات وتركيب كاميرات مراقبة لرصد المشاغبين مقابل الحصول على نسبة من ثمن التذكرة، إضافة لتركيب بوابات إلكترونية وفتح منافذ لتوزيع التذاكر في الأماكن العامة. على أي حال سيتم حسم موضوع عودة الجماهير إلى الملاعب مرة أخرى بعد الانتخابات البرلمانية إن شاء الله، وسيكون الأمر في يد مجلس الوزراء وفي يد وزارة الداخلية. على أي حال يعني أستاذ محمد، يعني كنت أطرح هذا التساؤل، هل نحن مؤهلون بالفعل في هذه المرحلة لعودة الجماهير مرة أخرى إلى الملاعب أم ما زال الوقت مبكرا في هذا الأمر؟ ورائع، بس عايزين نفرق بين نوعية الجمهور. هل هو الجمهور المنضبط، جمهور المنازل، يحب العاشق لكرة القدم الساحر المستدير الذي عودنا أن يخرج على النص دائما؟ يعني هناك فرق من هذه الفئة من الجماهير المحبة والعاشقة فعلا لكرة القدم والجماهير الدخيلة اللي لها أهداف أخرى. يبقى لابد أن نفرق بين هذا وتلك. عودة الجماهير في الوقت الحالي نحن غير مؤهلون على الإطلاق. أنا ضد عودة الجماهير في الوقت الحالي لأننا يعني ما ظبطناش القاعده، يعني زي ما بيقولوا. طبعا كلنا نتذكر، الناس كلها برضو طالبت بعوده الجماهير قبل حادث الدفاع الجوي، حدث ما حدث، والكل القى الاتهامات على البعض. وكلهم قالوا مين اللي قال، مين اللي قال، مين اللي قال، وفي الاخر اتضح ان كلنا قلنا عوده الجماهير. وفعلا ما كناش مؤهلين لذلك. احنا في هذا الوقت برضو مش مؤهلين لذلك. حتى الان انت لحد دلوقتي ما تعرفش مين اللي هيأمن، هل هو شركات خاصة ولا الأمن فعلا وأمن الداخلية ولا ولا ولا. أنت عشان تعمل دراسة جدوى لهذا الموضوع أو عودة الجماهير لابد من تاخد وقتك كويس قوي وتنفذ الشروط اللي أوصت بها النيابة العامة اللي بعتت بيها لوزارة الداخلية ولوزارة الشباب. طبعا هم يعني 23 شرط، يعني اللي أنت لو حققت منهم 10 يبقى كويس قوي. أنت لو حققت منها معظم مطالب النيابة العامة ولا حققت حتى الجماهير حتى غير عملت لجان عشان تقعد وتشوف الجماهير دي ترجع ازاي، ولا عملت ضوابط في الملاعب نفسها. طب هي الفكره في شركات الامن، يعني يمكن دي اول مره تطرح هذه الامور، خاصه في ظل الاستعانه الاخيره ببعض هذه الشركات في تامين الجامعات وغيرها من الاماكن الاخرى. يعني هل هي فكره ناجحه بالفعل ان احنا نستعين بشركات امن ونسند اليها مهمه التامين، ولا يكون لها دور في التنظيم فقط وليست
حقيقه من جانب شركات الامن للمشاركه في الموضوع ده؟ بالتاكيد احنا برضو يعني حتى الان غير مؤهلين لاستقبال شركات الامن هذه. ازاي؟ انت لو دخلت لك على 20 30 50 الف متفرد، كم واحد هيظبط هذه الالاف الغفيره داخل المستطيل الاخضر او داخل المدرجات؟ انت محتاج عدد كبير جدا جدا، لان شركات الامن ساعتها مش هيبقى دورها في الملعب. مش هيبقى دورها على التراك او حوالين الملعب او هو يمنع الجماهير انها تنزل، انت شركات الامن ساعتها هيبقى في كل بلوك من بلوكات المدرجات لازم هيكون موجود على الاقل 10. اضرب في ذلك بقى على الاقل 20 او 30 بلوك في المدرجات، ومع تدافع الجماهير ومع زياده عدد الجماهير هتحتاج هتتضاعف هذه الامور. طيب انت الامكانيات دي هتجيبها ازاي؟ الامكانيات البشريه، الامكانيات الماديه، الامكانيات التنظيميه، الامكانيات الفكريه، انت ازاي دي هتواكب كل ده في منظومه واحده؟ طب وهل هناك في شركه فعلا قادره على تحمل هذه الاعباء، سواء الاعباء من حيث العدد او من حيث المال او من حيث السيطره؟ استحاله في هذا التوقيت. دي حاجه. الحاجه الثانيه انت بيدخل اكتر من شركه، يعني معنى كده ان في شركات المفروض انها تكون جاهزه لهذه المهمه. فانا مصر في الوقت الحالي قادره على ان تسيطر على اي منشاه. انت في الجامعه يا دوبك عدد المنافذ والمخارج محدود، وان كان عدد الطلبه ده كتير، بس طبعا هناك فارق كتير جدا كبير جدا بين الطلبه دخلت هاي طلبه داخله تتعلم. اذا المنبوذ منهم هيبان بسرعه، اللي داخل يعمل حاجه هيبان، لكن الجمهور داخل عشان يشجع ويهيص. يعني انت مش هتقول له لا اقعد ساكت. فاذا هنا الكنترول هنا او السيطره هيبقى صعب جدا جدا في ظل عدم وجود الامكانيات البشريه والعقليه. طب انت دلوقتي الناس دي هتلبس ايه؟ البسه زي مدني. اوكي، هيبقى زيك انا كجمهور، انا واخد على الانفلات. هيبقى زيك، استحاله تقول لي اسكت واسكت. هيحصل مشاحنات، مين هيقدر يسيطر على هذه المشاحنات؟ وانت عارف احنا عندنا ظاهره التدافع، لما واحد بيمشي في تيار كله بيمشي وراه بتنساق الدنيا بتهيج، ما بتعرفش تتصدى لهذا التدافع. فمين اللي هيقدر يتصدى؟ طب الحل ايه يا استاذ محمد؟ يعني اذا كانت هذه الشركات لا تصلح لان تقوم بعمليات التامين، وفي مشاكل عندنا في الجمهور دلوقتي، طب ايه الحل؟ يعني هنفضل على هذا الامر ولا الجماهير ممكن، يعني امتى ممكن نقول ان الجماهير تقدر يا جماعه تدخل الملاعب مره اخرى بدون اي مشاكل، بدون وانت مطمئن؟ لا، اللي مش هيبقى عندنا مشاكل في اي حاجه زي كده. الحل القضاء على الروابط. روابط بكل انواع، ما فيش حاجه اسمها جمهور يخش تحت مسمى رابطه ويخش مع بعض. طب وليه ما ننظمهاش يا استاذ محمد؟ يعني احنا ليه نستفيد من هذه الروابط مثلا؟ يعني نجيب مجموعه من الالتراس مثلا، الاهلي او الزمالك او اي فريق من الفرق الاخرى، ونيجي معاهم الرموز بتاعتهم ونقعد معاهم ونفهم هم اللي يقودوا العمليات ديت ويبقوا حصل. طيب الموضوع ده حصل اكتر من مره، وحصلوا مع كبار قيادات الدوله. ما ينفعش، انت الديناصور لما بيتربى ويكبر ما تقدرش تسيطر عليه. انت تسيطر عليه في البدايه اول ما يتولد، تقدر تربيه ويبقى حبيبك قوي ويبقى صاحبك. لكن بعد ما يتوحش عمرك ما تقدر تعمل، ولو حتى ضربته بقنبله مش هيقدر يستجيب ليك. انت الناس دي كبرت وتوحشت، فاذا بقى ليهم فكر، استحاله تسيطر على هذا الفكر. ابدا من القاعده، ابدا من القاعده، يعني درء المفسده ولا جلب المنفعه زي ما بيقولوا. لما بتلاقي كيانات تطورت بهذا الشكل، انت لازم تكون عينك عليها من البدايه، بقوا ثلاثه، بقوا اربعه، بقوا خمسه، ايه؟ اعمل كنترول هنا. لكن ما بقوش 1000 2000 3، طب هتسيطر ازاي؟ اذا انت كنت فين لما الناس دي كبرت وتوحشت وتوغلت؟ يبقى هنا من البدايه. سيبك بقى من موضوع الالتراس والروابط والكلام ده، لازم لازم يا جماعه نقضي عليه في الوقت ده الحقيقه، ويرجع الجمهور المحترم الذواق، الجمهور العائلي، انا وزوجتي واولادي، ونروح نتفرج، ونروح نتفرج ونشجع ونسعد بالاهداف اللي بتتسجل، اسعد بفرقتي وهي بتكسب. اقول كرة القدم، انا مش داخل، احنا اولا مش في عصر المراهنات زي اوروبا، حتى في اوروبا في عصر المراهنات وبتدفع وبتبقى بتغلي ان فرقتك بتخسر، ومع ذلك المباراة بتنتهي خلاص بتشوف غيرها وتشوف غيرها. احنا عندنا ما فيش عصر المراهنات، انت داخل مش هتخسر حاجة، حتى لو فرقتك تخسر انت رحت وخرجت وتفسحت انت واصحابك وعيلتك. ده المردود الفعلي الايجابي من مباريات كره القدم.
مش انا مش رايح بقى. طب يعني كان برضو كمان استاذ محمد يعني من ضمن المقترحات اللي هم تحدثوا عنها والبعض طرحها اللي احنا يجي اللي يدخل الجمهور هتبقى تذاكر معينه ورقم القومي عشان نبقى عارفين مين اللي داخل، هتبقى مثلا الدوري العام هتبقى مثلا جماهير محدوده، بالنسبه للمباريات الخارجيه اللي هي مصر مع دول في افريقيا او دول عالميه اخرى تبقى ما فيش مشاكل فيها للجماهير تدخل، في كاميرات مراقبه. انت شايف الحلول ديت هي دي الحلول الاساسيه او التي اوصت بها النيابه العامه بعد حاسه الاستاد الدفاع الجوي دي مناسبه ولا لازم يكون في حلول ثانيه ايضا؟ لا هي طبعا مناسبه بس غير مطبقه. غير مطبقه. انت هي الشروط دي طلعت النهارده ولا امبارح؟ الشروط دي بقى لها سنه موجود. بقى لها سنتين. هل تم تنفيذها؟ طب ايه الجديد طيب؟ يعني لما هم بيطرحوا الطروحات ديت هي نفس الطروحات القديمه، طب ايه الجديد وحصل اللي حصل؟ عشان ما اتنفذتش. انا بطرح عليك اقتراحات لم تنفذ، اذا هي لسه جديده. عشان ما اتنفذتش حتى بقى لها 10 سنين بس ما اتنفذتش، اذا هي جديده في حيز التنفيذ، لكن هم ما نفذوش. دي حاجه لازم تتنفذ الشروط دي حتى لو جمهور، معلش حتى لو انا داخل انا ومراتي وعيالي اخضع للتفتيش، ايه المشكله؟ ايه المشكله لما ادخل اخضع بوابات الكترونيه، كاميرات مراقبه، ادخل الاقي كرسيه موجود في اي وقت في اي وقت. ما يجيش الامن يقفل من الساعه 4 والماتش الساعه 8 ويقول لك معلش لظروف امنيه، لا ما فيش الكلام ده. في كل بلاد العالم، واحنا سافرنا كتير وغطينا مهمات رياضيه مع منتخبات مع اهلي وزمالك، كنا بنروح نلاقي المدرج ده فاضي جدا والفرقه بتسخن، وايه ده؟ نقول ايه ده؟ المباراه بدون جمهور، وفجاه في خلال 15 دقيقه الاستاد كله بتملي. قبل المباراه ب 15 دقيقه. يعني مفيش حاجه اسمها انت جاي متاخر، لا انا ليا كرسي اجي فيه في اي وقت. مفيش حاجه اسمها لا الباب اتقفل والاستاد اتقفل، القصه دي مش الكلام ده خالص. ده انا داخل اشجع، دي كوره في الاخر، الاول وفي الاخر دي لعبه، انا داخل اتسلى. لكن مفيش حاجه اسمها تقفل قدام الباب، ما هي دي اللي بتعمل مشاحنات بقى. الفكر التنظيم، انت لما تنظم صح انا هاجي في اي وقت، اجي قبلها بساعه اتمتع بالمكان، في هدوء وفي راحه وفي انسيابيه، معروف مكاني معروف مكاني. لكن اللي بيحصل والتدافع على الاساس ان بيجروا عشان يلحقوا مكان. ما هو مش ضامن، انا معايا تذكره بس مش ضامن الاقي كرسي. هتلاقي الغوغائيه وفي التنظيم وعدا واللامبالاه، وقريب فلان وقريب علان داخل يقعد على كرسي بدون دعوات وبدون تذاكر. فهتلاقي الدنيا لو العمليه اتنظمت، كاميرات مراقبه، بوابات الكترونيه، نظام حازم وصارم على الجميع دون استثناء، الدنيا هتتظبط. طب بالنسبه للنوادي بقى يا استاذ محمد، يعني يمكن بنشوف مشاحنات بين النادي هنا والنادي هنا والفاظ من هنا والشبكات من هنا في كلاميه وغير ذلك، يعني ايضا النوادي لها دور في قصه طبعا. الشحن الجماهيري طبعا. وعدم الشحن الجماهيري، يمكن كان حاسس الاستاد الجوي كان في قبليها مشاحنات كتير جدا، يعني تبادل الاتهامات وامور غير لائقه يعني بالمعنى الاصح. دور النوادي ايه في المرحله ديت، وازاي اللي احنا يبقى برضه زي جمهور محترم يبقى عندنا نوادي محترمه، مسؤولين محترمين بيعبروا عن نبض الشارع باسلوب راقي واسلوب محترم. تمام. هو مش دور النوادي بس، دور كمان مسؤولين عن اللعبه. بمعنى احنا بنفتقد للقيادات. القيادات مش فاضيه، احنا عندنا كوادر كويسه جدا وناس كويسه قوي قاعده على مناصبها بس مش مركزه، مش فاضيه. اللي راجل اعمال واللي بيبقى عنده شغل واللي عنده يعني مشغول ب 100 حاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت لو ما شفنا مباراه الاهلي والزمالك كان مشحونه على الاخر، تكاد تكون تنفجر قبل مباراه السوبر في الامارات، بمجرد ما رئيس النادي هنا وهنا سلموا على بعض على منصه التتويج بعد المباراه لحد دلوقتي الدنيا حلوه قوي. جميل. مجرد ما سلموا على بعض بس، فبالك ده فكر. حتى لو انت غلطت فيا حاجه وانا ممثل لقاعده عريضه حاجه ثانيه. يعني انا اجي على نفسي شويه عشان القاعده العريضه دي كلها، مش انا مش عايز اخد بطار زي ما بيقولوا بلفظ الكوره او حاجات زي كده، مش عايز اخد يعني ارد عليك بنفس الرد وحاجات زي كده، انا عايز اشوف الرد الفعل، مش ابص للفعل، ابص لقدام. مجرد ما سلموا على بعض الدنيا هادي. فلازم يكون مجالس الادارات عليها دور كبير جدا جدا. العمليه مش عمليه اداره لعبه ولا اداره نادي، لا ده اداره جمهور كمان واداره منظومه تؤدي الى فعاليات المنظومه نفسها. هو ان يكون ليهم دور في التآخي بين الانديه، لازم يعمل اجتماع. لجنه الانديه مش دورها انها تجتمع عشان تقول تاجيل مباريات او عدم تاجيل، تعمل توصيات عشان اتحاد الكوره، لا يعملوا هم نفسهم، يعملوا جلسات
ويدعو فيها بعض الجماهير، بعض رموز الجماهير، بعض رموز الاعضاء من هنا وهنا، لازم يبقى لهم فكر. لما بعد الانتخابات البرلمانيه ان شاء الله يعني خلاص الامر حسم، ولا يمكن لسه في كلام عن الموضوع ممكن يرجع يعود او تعود الجماهير مره اخرى او لا تعود؟ لا يعني الامر هيبقى في يد مين؟ مجلس الوزراء ووزاره الداخليه، ولا خلاص يعتبر الامر ممكن نقول دلوقتي اتحسم، ولا لسه؟ لا لا يعني لم يحسم بعد. الامر يعني هذا الامر في ايد الشركات. اولا انت لسه مرسل لحد دلوقتي، انت لسه حتى ما عملتش جلسه فض المظاريف زي ما بيقولوا، او رسيت على شركه معينه. كويس، هنفرض انك انت خلاص رسيت، تعال الكرة بقت في ملعب اتحاد الكرة، والله احنا رسينا على شركة كذا وضوابطها كذا وهتعمل كذا وكذا وكذا، هتتجه هيروح ممثل اتحاد الكرة لوزارة الداخلية. والله شروط، ادي الشروط اتطبقت، وادي شركة كذا هتعمل كذا، ويقعدوا هنا. وزارة الداخلية هي اللي هيبقى ليها دور في الموافقة من عدمه. طب هو هيبقى ليها دور ايه؟ هل هو دور تأميني خارجي، ولا مدعم بتأمين داخلي، ولا مفيش تأمين خالص، ولا ايه؟ لان هم في الاول وفي الاخر هيرجع الكره في ملعبهم. اضف الى ذلك بقى لو حصلت مشاحنه داخل ملعب واحد يعمل محضر، مين اللي هيتعامل معاه؟ مين اللي هيتعامل معاه؟ هل انت كجمهور هيرضى ان ياخده كده ويجر يوديه لخارج الاستاد عشان يعمل له محضر، ولا يوديه الاسم، ولا يوديه؟ استحاله استحاله. لابد ان احنا نفكر ازاي ندير قبل ما ننفذ. يعني اذا هي عمل الناقد الرياضي بالأهرام، أنا بشكر حضرتك يا فندم. سيئة وشكرا. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية برنامجنا النهاردة هذا الصباح، على أمل اللقاء بكم في موعد جديد وحلقة جديدة وموضوعات متجددة أيضا. دمتم في رعاية الله وأمن، وإلى اللقاء.